Mass has been an organization that has been about building the individual and building the community. I can't talk enough about how much it has meant to me personally, whether it's Mass Youth or it's the convention that is unlike any other convention, or all the vital work that Mass does. Mass is not this organization that just puts up a webinar here or there. Mass is an organization that builds people. And we need to make sure that Mass is able to continue building people, inshallah ta'ala. هذه المنظمة اللي بدي أتكلم عنها اليوم الجمعية الإسلامية الأمريكية Mass معروفة لديكم. لن أقضي وقتا طويلا بالتعريف بهذه المنظمة من أعظم المنظمات خدمة للإسلام. وأنا بقول هذا الكلام بسبب مهم تصور هذه المنظمة، عقيدة هذه المنظمة، فكر هذه المنظمة. يعني الإنسان بيساعدها وقلبه مطمئن وإيده بمية باردة. هذه المنظمة عندها مشاريع. الآن المشروع اللي أتيناكم أكثر من مرة نطلب عونكم ونطلب نخوتكم، مشروع المسجد. والمسجد تعثر افتتاح المسجد بسبب بعض التكنيكال إشوز مع السيتي. السيتي منكدة شوية ولازم تعرفوا هذا الكلام بفتح المسجد، لا بدنا تعملوا هيك، لا بدنا تساوي هيك. المسجد بيت كل تقي، هكذا أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. بيت نبنيه فيبنينا، نعمره فيعمر فينا وفي أولادنا الخير. وهذا مسجدكم المبارك الذي انتظرتموه طويلا قاب قوسين، من أن يفتح أبوابه للمصلين الراكعين الساجدين، أن يفتح ذراعيه لأولادنا بناتنا ليحتضنهم بالخير والإيمان والتقوى. خطوات قليلة واحتياجات بسيطة يحتاجها مسجدنا قبل أن يفتتح أبوابه لنا ولكم، وننتقل وإياكم من إعماره حجارة وبنيان لنعمره بالإيمان والتقوى والإحسان. مدوا يد الخير لمسجدكم في هذه الأيام المباركة، وخصوه بزكواتكم وصدقاتكم، على الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وعيونكم بالصلاة فيه قريبا إن شاء الله.